الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في محاضرة جديدة تحت عنوان Calculation of Emitter Hydraulics Parameters in Drip Irrigation System، حساب المعلومات الهيدروليكية لمنقطات نظام الري والتنقيط، استكمالا لمحاضرات السابقة. وكما قلنا أن نظام الري والتنقيط قائم على أساس علم الهيدروليكا، فاليوم راح نتعرف في هذه المحاضرة على خصائص اختيار النقاطات أو المنقطات، وما هي العلاقة بين الدسشارج أو التدفق وضغط النقاطة، والعلاقة بين التدفق ودرجة الحرارة، ومعامل التباين للنقاطة، ومعامل الانتظامية والانتظامية في توزيع المياه في أنظمة الري والتنقيط. وراح نتعرف على التباين الضغط أو البرجر فايريشن، وناخذ أمثلة تطبيقية لتوضيح المعادلات الرياضية اللي راح ترد بالمحاضرة. من ناحية المبدأ، نظام الري بالتنقيط هو قائم على أساس الضغوط، وقائم على أساس مجموعة من المعادلات الرياضية اللي تحكم انتظام عملية نظام الري بالتنقيط. وهذه المعادلات الرياضية هي معادلات الهيدروليكا بالأساس. فمن ضمن هذه القضايا اللي راح نتعرف عليها هو قيمة اس التصريف أو الاكسبوننت أوف ديسشارج للنقاطة، اللي ما يعرف عليه بالبارامترز اكس، وراح نشوفها بالتفاصيل. أيضا راح نتعرف على علاقة الضغط التفريغ أو الإيميتينج بمواصفات تصميم النقاطة اللي داخل أساسا في معادلة التصريف، ومدى استقرارية ضغط أو العلاقة الدسشارج بريشر ريليشن شيب على مدى فترة اشتغال نظام الري بالتنقيط واشتغال النقاطات لفترة زمنية طويلة على مدى عمرها التشغيلي. ومن البارامترات الأخرى اللي تأثر اختيار النقاطة هو معامل التباين اللي يمثل لي المانيفاكتشرر كوفيشنت أوف فايريشن، اللي ناتج من الاختلاف بين المنتجات من نفس الوجبة الإنتاجية، وما هي العوامل الداخلة في إحداث هذا التغير وراح نشوفه. وأيضا مدى نطاق ضغط التشغيل أو range of operation pressure، يعني من نختار نقاطات راح نختارها نشوف الضغط مالتها في أي مجال هي تعمل، ونلاحظ هل إنه هذه النقاطات هي نقاطات انسداد، مدى قابليتها على الانسداد أو الكلوجين. طبعا النقاطات المنظمة للضغط والأنتي كلوجين تختلف من ناحية القيمة الفنية ومن ناحية القيمة الاقتصادية عن النقاطات الاعتيادية اللي ممكن أنه تتعرض للانسداد بسبب ترسبات المواد الكيميائية والأملاح داخل الأنابيب وداخل النقاطات نفسها، ومدى قابليتها على إجراء عملية التنظيف الذاتي السيلف فلاشينج، وهذا الموضوع أيضا طرقنا عليه في المحاضرات السابقة. وأيضا من ضمن الخصائص الأخرى هو نوع الاتصال بين النقاطة والدريب لاينز أو الأنبوب المنقطات، هل إنه هي منقطات على السطح الخارجي للأنبوب أون لاين دريب دريبرز أو إيميترز، أو داخل الأنبوب اللاين اللي حكينا عليه في المحاضرات السابقة، وما هي علاقتها بمجموع المفاقيد الناتجة عن التغير في الضغط أو البرجر هيدلوس في كل النظام، لأن الموضوع مترابط. أي عملية تغير في الضغط داخل النظام راح تأثر على قيمة ضغط التشغيل للنقاطة، واللي أساسا هو داخل كبارامتر في حسابات المجموع الكلي للمفاقيد في الضغط، اللي أساسا هي ناتجة عن عملية بين سريان الماء داخل الأنابيب ومكونات النظام بالكامل. بالنسبة مثل ما قلنا في المحاضرات السابقة، المنقطات تقسم إلى حسب عدة تصنيفات، من ضمن التصنيفات هو حسب أو شكل نظام تدفق، اللي أما يكون نظام تدفق صفائح
له اللي يخضع إلى قوانين علم الهيدروليكس، ويكون تأثيرات الاحتكاك وطبيعة السريان تختلف عن طبيعة السريان المضطرب أو التربولنت فلو. وبالأساس يعني من أساسيات عمل المنقطات أنه تعمل على تقليل سرعة التدفق من توصل المياه إلى النقاطة حتى تساعد على خروج الماء على شكل قطرات إلى وصولها إلى جذر النباتات، طبعا وفق التصاميم الخاصة بكل نقاطة. عملية التبديد هي أصلا ناتجة من عملية الاحتكاك وطبيعة الأنابيب، هل إنه هي أنابيب طويلة ذات مسار طويل وضيق مثل المايكرو تيوبز أو السبايرال باترز، أو نقاطات تعمل على إحداث جريان مضطرب نتيجة للطريقة التصميمية للشكل الداخلي لهذه المنقطات، بحيث أنه تعمل على تقليل وتنظيم التدفق وتبديد الطاقة من خلال عملية الاحتكاك بين جدران الماء وبين جسيمات نفسها. وهذه عملية الريدكشن أو عملية ديسيبيشن للطاقة الحركية لجزيئات الماء أو سريان الماء لكي يخرج الماء بشكل قطرات. وأخذنا أنواع مختلفة من أنواع المنقطات مثل ما نشوف في هذا المخططات وهذه الرسومات. هذه هي الانلاين إيميترز أو دريبرز اللي يكون داخل أنبوب مثل ما نشوفها في المونيتا. هذا هو المقطع الكامل شكل الهندسي، الانلت فلتر والووتر أوتلت تشامبر دخول خروج الماء منها ودخول منها، وهذه هي المسارات المتعرجة اللي تعمل على تبديد سرعة السريان الماء من أجل خروجه بشكل قطرات من هذه الناحية خارج الأنبوب. وهذا هو الشكل آخر، وهذا الشكل الآخر للنقاطات اللي تربط على السطح الخارجي للأنبوب. وهذه مجموعة مختلفة من أشكال النقاطات اللي ممكن أنه نلاحظها في أشكالها المختلفة وطريقة الربط مالتها وطريقة خروج الماء منها إلى جذور النباتات أو الروت زون. بالنسبة للنقاطات الجريان الصفائحي أو اللامينر فلو، هناك ما يجب أن ننتبه عليه أنه معدل التدفق أو الدسشارج بالنسبة للنقاطة، وهذا الموضوع أيضا أشرنا عليه بالمحاضرات السابقة، يتناسب بشكل طردي مع ضغط التشغيل. بمعنى آخر أنه أي تغيير عندي في ضغط التشغيل راح يؤدي إلى تغيير في قيمة أو كمية الدسشارج الخارج من النقاطة، بمعنى أنه النقاطات اللي يكون بها نوع الجريان لامينار فلو تتأثر بشكل مباشر بمقدار التغيرات في الضغط. فلو فرضنا أنه عندنا ضغط النقاطة، الضغط الأول H1 والضغط الثاني H2، وكانت النسبة بين الضغط الأول إلى الضغط الثاني هو 1:10، هذا راح يسبب لي زيادة بمقدار 10%، الH1 الضغط الأول يعادل تدفق Q1، والضغط الثاني H2 يعادل تدفق Q2. فلما يصير عندي زيادة بالضغط بمقدار 10%، بمعنى أنه راح يصير عندي زيادة في معدل التدفق أيضا بمقدار 10%. فمن هنا نفهم مدى حساسية هذه النقاطات للتغيرات في الضغط، بمعنى أنه أي زيادة أو نقصان في الضغط يؤثر بشكل مباشر على قيمة التدفق، وهذا ما يحصل في النقاطات اللي نوع السريان فيها يكون صفائحي أو لامينر فلو. هذا النوع من النقاطات هو يكون أكثر عرضة للانسداد بسبب سرعة التدفق أو السريان بها يكون منخفض، وقد يكون المسار الأنبوب قوي
طويل وايضا يكون ضيق مثل ما نشوف. هذا هو اللاترالز، خلينا هذا هو انبوب خط التنقيط، وهذا طبعا اكثر ما يحصل في المايكرو تيوب. هذا الانبوب الدقيق اللي واصل بين خط التنقيط وكونكترز او موزع، والموزع تخرج من عنده ديستريبيوشن مايكرو تيوب، خطوط تنقيط فرعيه. هذه تؤدي الى توزيع المياه على الاشجار او على النباتات او المحاصيل المختلفه. لاحظ انه الاقطار مالتها تكون دقيقه، هاي مثل ما قلنا سابقا يعني بحدود 4 او 5 ملم، يعني الاقطار مالتها جدا صغيره، فيكون السريان فيها ايضا طبعا هنا يكون مسارات طويله وضعيفه. فهذه يعني احتماليات الانسداد ايضا وارده بها جدا في مثل هذه الحاله، لكن بنفس الوقت هي تكاليف الاقتصاديه رخيصه، يعني غير مكلفه اقتصاديا، ربما او كثير ما تكون عمليه التكلفه او مقدار التكاليف متوافقه مع نوع الاحتياج او اللي يرتبط اساسا بنوع المحاصيل الزراعيه وقدره المزارع على شراء مثل هذه الانظمه بما يناسب قيمة الإنتاج أو الحاصل الزراعي. فإلها ظروفها الخاصة واستخداماتها الخاصة. ممكن أنه يعني نتغلب على المساوئ اللي ترافق استخدامها من خلال ويكون أداءها مرضي إذا ما قرنا أنه غير مكلفة اقتصاديا، غير مكلفة نسبة إلى الانواع اللي تكون النقاطات التربلنت فلو، وتكون منظمه للضغط اللي عاده تكون اكثر تكلفه من هذه الانواع. اضافه انه نوع المحصول هو ايضا يتحكم في عمليه الاختيار بالنسبه للاشجار مثلا او البساتين، نحتاج الى نقاطات تكون معوضه للضغط، ايضا بالنسبه تتبع الى طبيعه الارض، يعني الارض المنبسطه ممكن انه نستخدم بهذا النوع، لكن الأراضي المنحدرة نحتاج إلى عملية تنظيم ضغط ذاتي، فنحتاج إلى المنقطات اللي تكون معوضة للضغط واللي تكون تكاليفها أعلى. أما بالنسبة للتربلنت فلو إميترز أو النقاطات اللي يحصل بها تدفق مضطرب، واللي تشمل أنواع مختلفة اللي هي الأوريفيس إميترز والنوزل إميترز، تورتيس باث إميترز نقاطات المسارات المتعرجة، والسبراير إميترز نقاطات على شكل رشاشات أو ذات رشاشات، أو الدريب تابز أو أشرطة التنقيط الطويلة. فهذه طبعا يعني طبيعة الجريان اللي يحصل في هذه الأنواع هو يكون تيربولنت فلو أو جريان مضطرب. عادة يعني في عملية الاختيار للنقاطات هو نقطتين مهمة جدا. النقطة الأولى هو مقدار أو كمية أو مساحة المنطقة اللي تحدثها، مساحة البلل اللي تحدثها النقاطة، واللي يجب أن تتراوح من ثلث إلى نصف المقطع العرضي الأفقي لمنطقة الجذر، وهذا الموضوع أشرنا إليه بالمحاضرات السابقة. منطقة الاريا يجب أن تتراوح من ثلث إلى نصف مساحة المقطع العرضي الأفقي لمنطقة الجذر، من أجل توصيل كمية المياه الكافية للنبات. ومدى والعامل الثاني هو مدى مقاومتها للانسداد. يعني هي كل النقاط مهمة، لكن هذا من الأولويات في عملية الاختيار بالنسبة للنقاطات. لما نجي على العلاقة ما بين الضغط النقاطة وما بين الديسشارج أو التدفق أو الفلوريد اللي يخرج من النقاطة، نلاحظ أن عندنا علاقة رياضية. العلاقة تساوي للكيو معدل التدفق في ثابت بهذا الكونستانت مضروبة في الضغط الـ H مرفوع إلى الـ SX. عندي هنا
مضروب في ثابت النقاطة في قيمة ضغط التشغيل مرفوع إلى الأس. فلما نجي هنا طبعا هذا الأس التفريغ الكي هو الإميتر ديسشارج والكي دي هو الديسشارج كوفيشنت ذات كاركترايزد إيتش إميتر. زين كل نقاطة ومنتجة من شركة معينة تحمل قيمة للأس أكس تختلف عن النقاطات الأخرى حسب طريقة التصنيع وحسب خصائصها التصنيعية والماتيريالز وطريقة البسجز أو الممرات الخاصة بها. وراح نجي نشوف شلون نحسب هذه قيمة الأكس. فهنا هو أس التفريغ يعني من الناحية الفيزيائية أس التفريغ شو يمثل لي؟ هو مؤشر على طبيعة نظام التدفق أو الفلو ريجيم أو ما هل انه هو نظام صفائحي لامينار فلو، هل انه هو تيربولنت. هذه القيمه هي تعطينا راح نشوف اكو جداول راح نجي عليها بالسلايدات القادمه قيمه الاكس تنطينا نوع التدفق وتصنيفاته ضمن الجداول العالميه المعده من قبل العلماء العاملين في هذا الحقل من خلال اجراء التجارب. لما نجي ايضا نفسر فيزيائيا ونلاحظ هذا هو المخطط بالنسبه للبي سي البريشر كومبنسيشن يعني النقاطات المنظمه للضغط الفلو مقابل البريشر فلو اجينست بي اس بريشر او اجينست بريشر. نشوف هذا على المحور الاكس اكسس هو البريشر والواي اكسس هو الفلو وهذا عندنا الرسم البياني للعلاقه ما بين الفلو والبريشر لمجموعه من المنقطات بتدفقات مختلفه. هنا طبعا 0.5 جالون بير اور و 0.8 و 1.07 و 2.11 و 6.55. فاذا هنا طبعا هذا المخطط هو جاي من عملية حسابات من بحث بدي ينطيني الكيرفز للفلو والبريشر لكل نوع من هذه المنقطات اللي نشوفها المنقطات الخمسة. فنلاحظ اللي ريدي نقوله انه هذا السلوب او هذا الانحناء في كل حالة من حالات المنقطات هو يمثل طبيعة قيمة الأكس. فإذا الأكس هو يمثل ميل المنحني الانكلينيشن أو الاسلوب لكل منحني من منحنيات أو العلاقة ما بين التدفق والضغط. فإذا يمثل لي مدى انبساطية هذا المنحني، هل أنه منحني مائل بميل، هل انه الميل مالته يقترب الى الصفر او هو صفر. وراح نشوف للنقاطات بالنسبة لهذه النقاطات المعوضة تكاد تكون بشكل خطوط مستقيمة. ليش؟ لانه قيمة الاكس هنا بالنقاطات المعوضة للضغط راح تساوي لصفر، بمعنى انه ما عندي ميلان، بمعنى انه الخط المستقيم بشكل افقي موازي للاكس اكسس الميلان مالته صفر. لاحظ هنا بمعنى انه ما عندي تغاير في العلاقه ما بين الضغط والتدفق، وهو هذا ما تحقق لنا اياه النقاطات المعوضه للضغط. فاذا هذه المعادله هي معادله مهمه جدا، كل شركه تصنع النقاطات تنطيني بالداتا شيت مع بيانات كاملة عن هذه القيم بالنسبة للتدفق والمعامل الكي دي، وتنطيني قيمة الأكس وتنطيني الأوبريشن بالنسبة لكل نوع من أنواع النقاطات وحسب مقدار التدفق بين يعني كل نقاطة لها قيم تختلف عن القيم الأخرى بالنقاطات معدلات تدفق أخرى من نفس الإنتاجية الشركة.
فإذا هذه البارامترات وهذه البارامترات الداخلة في معادلة التدفق والضغط تختلف حسب نوع النقاطات، حسب نوع الشركات. طبعا الشركات الرصينة دائما تعطينا بيانات دقيقة، لذلك هي مفضل أنه دائما نشتري هذه الأنظمة من الشركات المعروفة تجاريا ولها تاريخها وعراقتها في إنتاج مثل هذه الأنظمة، لأن تنطينا مؤشرات دقيقة. هذه المؤشرات هي أساسا راح تكون قائمة عليها أساس وعلى أساسها الحسابات التصميمية لحجم مقدار أقطار الأنابيب ومقدار التدفقات للمنقطات. فكل ما تكون الشركة رصينة وإنتاجها مضبط، كل ما تكون عملية الحسابات اللي نجريها وإعدادها تكون أدق. نشوف هذا، طبعا هذا الجراف اللي ينطيني العلاقة ما بين الضغط وبين الإميتينج فلو أو الديسشارج بالنسبة للنقاطات المنتجة من شركة نيتافين والبرجر كومبسيشن، واللي هي طبعا الديسشارج مالتها نصف جالون بير أور. لاحظ هنا هذا الفلاتنس، أو يعني صحيح أكو تغير، بس هذا التغير يكون قليل جدا، فيكاد يكون خط مستقيم. فهذه طبعا مثل ما قلت المعوضة للضغط تكون قيمة الميلان أو السلوب أو الانبساطية بالنسبة لطبيعة السريان راح يكون بشكل مستقر وغير متغير مع يعني التدفق. هنا راح يكون ستدي ستيت وقليل التأثر جدا بمقدار أي تغير في الضغط، وهذا هو المطلوب بحيث أنه يحافظ لي على عملية أو انتظامية توزيع المياه إلى كل المحاصيل ومن خلال الديسشارج من كل النقاطات في النظام. فإذا قيمة الأكس في العلاقة ما بين التدفق والضغط على أساسها يتم تصنيف النقاطات حسب سريان الماء. فهنا طبعا أكو يعني هنا لازم شوية ننتبه، كثير من المصادر العلمية تنطينا عدة مؤشرات. هذه المؤشرات أنا متقصد خليت بيانات وقيم للأكس من مصادر مختلفة حتى تصير عندنا صورة واضحة، لأنه هذه القيم هي أساساً قيم جاية من إجراء العمليات التجريبية والعمليات البحثية. فبالنسبة للنقاطات المعوضة للضغط بشكل عام قيمة الأكس تساوي لنا صفر، بمعنى أن السلوب عندي صفر، بمعنى أنه خط مستقيم موازي إلى خط الضغط. بمعنى آخر من الناحية الفيزيائية والتفسير الفيزيائي أنه الديسشارج بالنسبة للنقاطات المعوضة للضغط لا يتأثر على الإطلاق باختلافات الضغط. زاد الضغط أو نقص يبقى الديسشارج أو التدفق الخارج يبقى بشكل يكاد يكاد. بالنسبة للنقاطات بشكل عام، النقاطات المضطربة ضربة السيران أو التربولنت إميترز اللي تشمل من الأنواع الأخرى غير المعوضة للضغط، قيمة الأكس يساوي لنا 5.5 نصف. وبالنسبة للنقاطات التدفق الصفائحي الأكس يساوي لنا 1. شوف قيمة الأكس يعني أعلى قيمة. بالتدفق الصفائح او اللامينار فلو قيمة الاكس تكون كبيرة جدا، تكون كبيرة جدا تقترب من الواحد. طبعا هذا تصنيف. التصنيف اخر على اساس حسب انواع النقاطات، انا هذا بشكل عام، لكن حتى هذه القيم ممكن راح نشوفها بالجدول نوعا ما قريبة، بس ربما تختلف بالقيمة، لأنه قلنا هذه القيم هي جاية من نتائج الشركات إضافة إلى نتائج الباحثين، يعني من الناحية المعملية ومن الناحية التطبيقية في الواقع.
فإذا قيمة الأكس حسب أنواع المنقطات، النقطات الدوامية اللي هي Vortex Type Emitters تقريبا 0.4. لما نجي هنا في هذا الجدول Vortex Flow واللي تنطيني الفلو رجيم أو نظام التدفق، قيمة الأكس 0.4، يعني هذا من مصدر وهذا من مصدر تقريبا هو نفس القيمة. النقاطات ذات المسار المتعرج قيمة الأكس تتراوح من 0.5 و 0.7. المسار المتعرج أو هنا طبعا اللي نشوفه هنا طبعا تقترب Fully Turbulent Flow أو الأورفيس 0.5، وهنا طبعا ينطيني الإيميتر ستايب. لاحظ هنا طبعا ما يعني مذكورة بالجدول. النقاطات ذات المسار الطويل اللونج أور سبايرال باث من 0.7 وإلى 0.8. هنا نشوف ممكن أنه القيمة من 0.6 إلى 0.8، وأكو تقارب في القيم. طبعا مثل ما قلنا هذه من عدة مصادر، يعني القيم من مصدر وهذه القيم من مصدر. فإذا حتى نرسم صورة بأنه هذه القيم هي ليست قيم ثابتة كقيمة واحدة، وإنما تختلف نوعا ما باختلافات بسيطة. هنا طبعا في تصميم وإدارة نظام المايكرو، قيمة الأكس مثل ما قلنا هو يقيس لمدى استمرارية أو انبساطية المنحني أو الكير ما بين الضغط والدسشارج. في قيمة الأكس حسب طبيعة السريان بشكل عام تقترب من الواحد بالنسبة لللامينار فلو. هنا شوف هذا تصنيف يقول لي قيمته واحد، هنا يقول لي لا تقترب من الواحد ما بين 0.7 وال 0.8 ومن 0.5 إلى 0.6 بالنسبة للتيربولنت فلو. فإذا شوف هاي المصادر مختلفة يعني كقيم تختلف بشكل عام. لما نجي على هذا الجدول الفاريبل فلو باث اللي هي البريشر كومبنسيشن معوضة للضغط، قلنا اما تكون 0 او 0.1 او 0.2 او 0.3. شوف هنا شو يقول لي بالنسبة للمعوضة للضغط هي تكون تيربولنت من 0.5 الى 0.6 لحد 0.3، يعني من 0 الى 0.3. فإذا شوف هذا الجدول ينطيني يعني قيم ربما تختلف عن هذا القيم بالنسبة للفورتكس فلو والعملية السريان تحصل بشكل دوامي في point x 0.4، الفولي تيربولنت فلو 0.5 واللي تتطابق مع هذه القيمة، والموستي تيربولنت فلو غالبا يعني مو مضطر بشكل لكن على الأغلب يكون مضطرب، فالقيمة واللي يحصل طبعا بالأنابيب أو النقاطات ذات المسارات الطويلة long or spiral path من 0.6 إلى 0.8، والموستلي لامينار فلو يعني غالبا ما يكون الجريان 0.9 يعني تقترب من الواحد، والفولي لامينار فلو هي قيمتها واحد واللي تحصل في الكابيلري وفي الصورة اللي شفناها قبل شوية اللي كانت الأنابيب متفرعة من الأنبوب اللاترالز ومربوطة بكونكترز. فإذا هذه التصنيفات اللي قائمة على أساس قيمة الأكس فاليو الداخل في معادلة النقاطة في الدسشارج النقاطة هو ينطيني مؤشر عن طبيعة النظام السريان، هل أنه هو turbulent أو mostly turbulent أو يعني مضطرب نوعا ما، أو أنه صفائحي بالكامل أو صفائحي في بعض الأحيان. فينطيني طبيعة السريان، يعني من أنا أجي أقرأ قيمة الأكس راح تصير عندي صورة عن السريان للماء داخل النقاطة، وينطيني أيضا لخصائص النقاطة، يعني لأن هاي القيمة هي داخلة في العلاقة ما بين الضغط و
قيمة التدفق الخاص بكل نقاطة. فإذا هذه القيم تختلف حسب أنواع النقاطات وتعكس طبيعة جريان داخل النقاطة اللي أنا راح أستخدمها في نظام الري بالتنقيب. هذا موضوع. يجي هنا شلون أجي أحسب قيمة المعامل الكيدي الخاص بطبيعة النقاطة أو خصائص النقاطة وقيمة الأكس. أول شيء هنا طبعا يجب أن بعد ما أحدد قيمة الكيو قيمة البرجر الأتش بضغوط مختلفة وتدفقات مختلفة عندي معادلة حتى أطلع قيمة الأكس. أروح أسوي عملية يعني من معادلة النقاطة أروح أسوي ترتيب وأرفعه لللوغاريتم فيصير عندي العلاقة log Q1 إلى Q2 مقسوم على log H1 إلى H2 ينطيني قيمة الأكس. طبعا المعادلة الأخرى طبعا راح نشوف عليه حساب أو مثال. معادلة الأخرى حتى شلون أحسب الـ imaging device capacity أو discharge letter per hour بالنسبة للنقاطة يساوي لي الـ area irrigated by imaging طبعا المساحة اللي تم إرواها بواسطة نقاطة واحدة بالمتر المربع مضروبة في دي depth اللي هو أو عمق المياه داخل التربة مقاس بوحدة المليمتر مقسوم على الirrigation time على عدد ساعات الري وأيضا مقسوم على كفاءة نظام الري. فهذا من هذه العلاقة أقدر أحصل قيمة سرعة التدفق لتر بير أور أو كمية الdischarge الكيو. هذه المعادلة تعطيني هذا المؤشر. راح نجي نأخذ مثال على هذه الحالة وشون نطلع قيمة الأكس. مثلا إذا كانت عندنا النقاطة بالوضع الأول تنطيني الQ1 3 لتر بالساعة عند ضغط الH 5 متر وتنطيني الQ2 4 لتر بالساعة لما الH 10 متر. أريد أطلع قيمة الأكس أجي أطبق الأكس يساوي للوغ الQ1 3 على الQ2 4 مقابلها يعني مقسومة على ما يقابل الQ ما يقابل الQ من الضغط اللي هو الH1 5 اللي يقابل الQ1 مقسوم على الH2 اللي يقابل الQ2 اللي هي 4 فيطلع عندي قيمة الX 0.42. هنا طبعا يمكن أن أحسب بعد ما طلعت قيمة الX أروح أعوض في معادلة النقاطة وأطلع قيمة الكونستنت الكاركترايزد باي ايتش اميترز في كل حالة فالكي دي يساوي الكيو على مقسوم على الاتش مرفوع الى الاس اكس. اجي اعوض في الحالة الاولى لما عندي الكيو 3 والاتش اللي هو 5 والاكس طلعت قيمته 0.42 يطلع الكي دي 1.52. طبعا هذا راح يبقى ثابت حتى لو تغير. لاحظ هنا بالحالة الثانية لما عندي الكيو أصبح في 4 والضغط 10 فبقى نفسه. إذن هذه القيمة هي قيمة ثابتة بالنسبة للنقاطة الواحدة أو الصنف الواحد من النقاطات. هذا يختص بطبيعة النقاطات وأصلا هو مثل ما نشوف هو داخل كاب أرامتر. وهذا طبعا جاء من اشتقاقات احنا أخذنا العلاقة بشكلها النهائي. وأيضا طبعا هذه العلاقة ما بين ضغط التدفق لنقاطتين لهما نفس الخصائص أقدر أستخدم هذه العلاقة وأستفاد منها في حساباتي. وراح نشوف إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح يكون عندنا كيس ستدي تشمل كل المعادلات بصيغتها الجديدة المحاضرة الحالية والمحاضرة السابقة. فالH1 الضغط عند في الحالة الأولى يساوي الضغط في الحالة مضروب في الكيو 1 على الكيو 2. طبعا هنا ماخذين باعتبار انه الكي دي ما انه قلنا لهم نفس الخصائص بمعنى نفس الكي دي فساوينا الكيو 1 يساوي الكيو 2 وقلبنا يعني
سوينا مناقلة ما بين الوسطين، الحدين الوسطيين والحدين الخارجيين، فطلعنا العلاقة ما بين الـ H1 والـ H2 والـ Q2 كلهم مرفوع إلى الأس واحد على X، فأقدر أطلع العلاقة بين الضغط والتدفق للنقاطة في الحالة الأولى أو النقاطة الأولى إلى النقاطة الثانية باستخدام هذه العلاقات الرياضية. فإذن الموضوع هو كله قائم على أساس تدفق وضغوط وعلاقات رياضية، معادلات قدر الإمكان، ونحاول شلون نقدر نفهم شلون طريقة التطبيق. هذا طبعا مثال، يعني لو نجي على هذا المثال في كتالوج الشركة أو الداتا شيت، نقاطة بتدفق الـ Q1 4 وقيمة الـ S أو الـ X 0.42 عند لما يكون عندي الضغط الـ H1 يساوي إلى 10 متر. فإذا كان معدل التدفق للخيار الاقتصادي اللي أكثر اقتصادية هو الـ Q2 هو 4.32، فما هو الضغط المطلوب عند الQ2 اللي هو مثل لي الH2. فنجي هنا على نطبق هذه الحالة، الH2 مثل ما شفنا المعادلة قبل شوية بالسلايد السابق تساوي للH1 مضروب في Q2 على Q1 مرفوع إلى الاس واحد على X، فأجي قيمة 4.32 والQ1 هو 4 وأعوض الأس، فيطلع عندي الضغط المطلوب لإشتغال النقاطة حتى تنطيني تدفق قيمته 4.32 لتر بير أور، هو 12 متر أوف ووتر ضغط، هذا 12 متر أوف ووتر. هنا طبعا لما أريد أحسب الـ HM أو الضغط الحد الأدنى عند معدل التدفق الأدنى الـ Q minimum والـ H minimum، الضغط الحد الأدنى عند أدنى قيمة للتدفق، فهنا طبعا الـ HM من خلال هاي العلاقة أجي يعني بس مجرد يعني أكيف المعادلة، الـ H minimum أو ضغط الحد الأدنى يساوي لي الـ H sub A الـ average مضروب في الـ Q minimum على الـ Q average مرفوع للـ S واحد مقسوم على X. بالنسبة يعني ملاحظات أنا خليتها، مو كل الشركات راح تنطيك بيانات دقيقة عن قيم الـ X، وفي حال عدم يعني ما كانت انت رحت اشتريت نظام وما كانت البيانات بشكل متكامل، يمكن انه او يمكن تقدير مقدار التغير المسموح به بالضغط 10% من ضغط التشغيل بالنسبة للنقاطة، وهذا ما شفناه بدراسة بمثال سابق الكيس دي اللي اخذناها، يعني اذا ما عندنا بيانات دقيقة عن قيم التغير في الضغوط فناخذ مقدار التغير في الضغط المسموح ب 10% من ضغط التشغيل للنقاطة. بالنسبة للنقاطات اللي الاكس مالها يساوي 0.5، هاي ايضا ملاحظة، مقدار التغير بالضغط يجب ان لا يتجاوز 20% من ضغط التشغيل حتى نتجنب حصول تغيرات في الدفقات تزيد عن اكثر من 10%، لأنه أكثر تغاير في أو اختلاف في قيمة التدفق ما بين نقاطة أخرى يجب أن لا يتجاوز النسبة المئوية 10%، لأن أكثر من 10% راح يكون مفروض راح يسوي لي تغاير كبير في قيم التدفق للنقاطات، وبالتالي راح يأثر على عمليات النمو الصحيح. العلاقة بين التدفق ودرجة الحرارة اللي هو Temperature Discharge Ratio TDR، النقاطات بشكل عام هي حساسة لدرجة الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة مثل ما نعرف انه يسبب انخفاض في لزوجة الماء الفيسكوستي، وهذا بالتالي راح يزيد لنا من معدل التصرف او التصريف الـ Q او Discharge.
فيما يخص هذا الموضوع يعني النقاطات حسب طبيعتها، حسب طبيعة الشكل والشكل المصنع، فالنقاطات اللي تكون ذات مسارات طويلة long path والاكسبوننت مال الضغط يساوي 0.8، فلوحظ انه هناك زيادة بالدسشارج بمقدار 1% لكل زيادة بدرجة الحرارة درجتين مئويتين. نقاطات المسار المتعرج الاكس مالتها 0.6، هناك زيادة بالتصريف او الدسشارج بمقدار 1% لكل زيادة بمقدار 4 درجات مئوية في درجات الحرارة. بشكل عام الفورتكس إيميترز أو النقاطات الدوامية لوحظ أنه تعطي تصريف أقل مع ارتفاع في درجات الحرارة. طبعا هذا شيء بديهي لأنه كل ما تزداد درجة الحرارة تقل الفسكوستي، فعملية الفورتكس يعني عملية تدويرية اللي تصير داخل النقاطة راح تقلل لي من عملية بثق او الايميجينج لكميه المياه الخارجه على شكل قطرات. بالنسبه للتمبرشر ديسشارج ريشيو يعني من خلال المصادر العلميه وجد انه تبلغ 92% عند 45 درجه مئويه بشكل عام، و 88% عندما تكون تزداد درجه الحراره بحدود 65 درجة مئوية. فإذا الباحثين أعطونا مؤشرات عن نتائج أبحاثهم العلمية بأنه بشكل عام درجة 45 تبلغ قيمتها هاي القيمة 0.9، وبدرجة 65 تصل إلى بحدود 0.88%. فأحيانا الارتفاع في درجات الحرارة أيضا يؤدي إلى بعض تغييرات في الأبعاد الممرات أو الباسجز لتدوير الماء داخل النقاطة، يعني يؤدي إلى تمددها وبالتالي إلى توسيعها، وهذا يؤثر على عدم انتظامية الديسشارج للنقاطات. يعني اللي تعرض إلى درجات حرارة أعلى أكيد راح تكون تأثيراتها أعلى، وبالتالي هذه الزيادة في درجة الحرارة راح تؤدي إلى ربما إلى زيادة في تدفق نسبة لنقاطات معينة عن نقاطات تأثيرات الحرارة كانت أقل لسبب أو لآخر. أيضا حتى يتعلق بتأثير درجة الحرارة على الماتيريالز للنقاطة نفسها، خصوصا النقاطات المعوضة للضغط، لأنه تتغير بعض خصائصها فيزيائية للمواد المصنعة منها، وبالتالي هذا راح يؤدي إلى عدم انتظامية توزيع المياه. لو نشوف هذا المخطط التجريبي من مأخوذ من بحث لمجموعة من المنقطات اللي تم تشغيلها عند ضغط ثابت، لاحظ العلاقة بين درجة والتمبرشر ديسشارج ريشيو ونسبة درجة الحرارة إلى التدفق. فكل ما تزداد درجة الحرارة، لو نأخذ هذا المخطط لهذا النوع من النقاط، الخط المنقط، نلاحظ أنه تزداد نسبة درجة الحرارة إلى التدفق temperature discharge ratio وهكذا. شوف بس هنا تختلف حسب نوع النقاطات، أنا من يعني ما أخذنا بتفاصيل نوع النقاطات المستخدمة، فقط حتى نظهر تأثير درجة الحرارة، أنه زيادة درجة الحرارة راح يؤثر لي على زيادة نسبة درجة الحرارة التدفق أو TDR، وهذا بالتالي راح يؤدي إلى حصول عدم انتظامية في التوزيع، خصوصا بالنسبة للنقاطات المصنوعة من مواد غير رصينة أو غير جيدة، راح يكون تأثيرات درجات الحرارة عالي، وبالتالي راح يصير تفاوت في الدسشارج أو مقدار تدفق الخارج من نقاطة نسبة لنقاطة أخرى. هذا بالنسبة لتأثيرات درجة الحرارة.
أما بالنسبة للبارامتر الآخر المهم جدا هو معامل التباين للنقاطة أو الكوفيشنت أو فاريشن. طبعا هذا البارامترز هو متعلق بالمنتج أو المصنع للنقاطة أو الشركة المصنعة. مثل ما نعرف أنه في كل وجبات الإنتاجية في أي منتج تكون هناك اختلافات مصنعية ناتجة وهناك عدم دقة ما بين منتجات من نفس النوع من كذا وجبة إلى الوجبة الأخرى بسبب اختلاف الماتيريالز، بسبب اختلاف الدقة، بسبب الاختلاف في دقة الأشخاص المشرفين على العملية التصنيعية أو العمليات اللي تجري أحيانا كعمليات تصنيعية يدوية، فتصير عندنا هاي الاختلافات. هاي الاختلافات يصطلح عليها الكوفيشنت أو فاريشن اللي تطرح وتوضع قيمها من قبل الشركة المصنعة في الداتا شيت أو الكتالوجات للمنقطات. هنا طبعا عملية الفحص في الشركة بعد ما تطلع المنتج من قبل السيطرة النوعية الكواليتي كنترول يأخذون 50 عينة عشوائية، ويتم عملية الفحص عند درجة حرارة 20 درجة مئوية. المعادلة اللي من خلالها نستطيع أن نستخرج قيمة الكوفيشنت أو فاريشن مثل ما نشوف، اللي هي طبعا تساوي للستاندرد ديفيشن أوف ريت دي اس، مقدار الانحراف المعياري في قيم التدفقات على معدل تدفق للنقاطة الافريج ايميتر ديسشارج او الكيو سب اي. هنا نجي طبعا يعني هذا الكلام نحوله الى ماثيماتيكال موديل، الكيو 1 تربيع زائد الكيو 2 تربيع الى على عدد النماذج او العينات، اذا 50 عينة الى حد ال 50 عينة، مقسوم على ان ناقص واحد الان يمثل عدد النقاطات في كل عينة عشوائية تم فحصها. الكل هذا تحت الجذر التربيعي مقسوم على الكيو اي اللي هي الافريج اميتر ديسشارج او معدل تدفق النقاطة اللي ينطلنا اياه المنتج. هنا طبعا مثل ما نشوف هنا يعني شلون نطلع الكوفيشنت فاريشن، معامل التباين بين مجموعة النقاطات الداخلة بالفحص في العين العشوائية مسحبها من قبل جماعة السيطرة النوعية. الملاحظة أنه إذا كان عندي نبات مثلا كالأشجار ووجود أكثر من نقاطة، فهنا شلون أطلع قيمة الكوفيشنت فاريشن الحقيقي اللي يصير عندي؟ ومن خلال استخدام قيمة السي في المانيفاكتشرر كوفيشنت فاريشن مقسوم على الجذر التربيعي لعدد النقاطات المخصصة لكل شجرة، وعلى ضوءها راح نطلع مقدار التباين في تدفقات النقاطات. ربما قسم من النقاطات يكون تدفقها مرتفع، قسم من النقاطات يكون تدفق مالها متوسط، وقسم منها يكون تدفق مالها أدنى. فباستخدام هذه المعادلة راح نطلع بعد ما نطلع قيمة المانيفاكتشرر نقسمها على الجذر التربيعي لعدد النقاطات المخصصة لكل نبات، فنطلع الكوفيشنت فاريشنز لمجموعة النقاطات المخصصة شجرة. ها طبعا هذا مثل ما نشوف هذا هو الجراف اللي يمثل لي مقدار التباين او الكوفيشنت او فاريشن. مثل ما قلنا انه في اي عملية انتاج قد نحصل على منتجات غير متماثلة بكافة الخصائص الفنية والتكنولوجية، خاصة بالنسبة للنقاطات ذات الممرات الداخلية الضيقة جدا، لا يتم يعني قد تظهر بها اختلافات كثيرة، وأن أي تغيير في أبعاد هذه الممرات الموجودة داخل النقاطات واللي يمر من خلالها الماء بالنسبة للنقاطات ذات الممرات أو الأطوال الضيقة راح يحدث فرق كبير في التدفق، خصوصا بالنقاطات اللي معوضة للضغط. معامل التغيير الناتج بسبب عملية التصنيع من قبل الشركة المنتجة هو ينطيني مؤشر عن مقدار التغييرات المتوقعة في التصريف نسبة إلى
متوسط التفريغ اللي يثبت لي بالكتالوج لعينة معينة تم سحبها، واللي تم فحص هذه النقاطات عند ضغط ذات قيمة معينة. ومثل ما قلنا المنتجين أو الشركات المنتجة تنطيني هذه البيانات في الكتالوجات بشكل عام. طبعا حتى نفهم الأساس لعملية الفرز وتحديد قيم التغير، وضعت هناك مجموعة من المعايير الإحصائية اللي هي اللي التوزيع الطبيعي او توزيع غاز او ما يعرف بالنورمال ديستريبيوشن، اللي يمثل لي عمل مقدار او معدل تصريف النقاطة ضغط معين. فوجد من خلال هذا المنحني انه 68% من معدلات التفريغ تقع ضمن قيمة معدل التفريغ اللي QA بلس ماينس كوفيشنت او فايريشن، و 95% من معدلات التفريغ او الديسشارج تقع ضمن الكيو اي بلس ماينس ضعف الكوفيشنت فايريشن والمسحوبه. وجد ان 99.7% من معدلات التدفق تقع ضمن معدل التفريغ بلس ماينس 3 مضروب في الكوفيشنت او فايريشن. حتى نوضح هذا المثال اكثر، لاحظ هذا المخطط وهذا المثال. هذا هنا فرضا لو اخذنا عينه من النقاطات الديسشارج مالتها 1 جالون بير اور، وكانت قيمه الكوفيشنت او فايريشن لهذه العينه سوى 10%. هذا شنو معناه 68% من معدل التفريغ تقع ضمن بلس ماينس؟ بمعنى انا عندي 1 جالون بير منت اطرح من عنده بلس 10% كوفيشنت فايريشن، يعني الواحد راح يصير يكون 9، يعني معدل التدفق يا اما يكون 9 بالعشرة جالون بير اور اذا كان بالماينس، او بالبلس بمعنى 1 زائد 10% بمعنى 1.1 جالون بير اور. لما عندي 95% من معدلات التفريغ او التدفق تقع ضمن الكيو افريج بلس ماينس 2 مضروب في الكوفيشنت اوف فايريشن، معناه انه الواحد زائدا 2 في 10%، ف يطلع عندي 1.2، يعني 1 زائدا 2 في 10% صارت 1 زائدا 20%، يعني 1.2. وإذا طرحت الواحد ماينس 2 في 10%، 1 ناقص 20%، فيصير عندي التدفق 8 بالعشرة جالون بير أور. أما بالنسبة للحالة الثالثة اللي هي 99.7% من التدفقات تقع ضمن الـ QA plus minus 3 مضروب في الـ coefficient of variation، معناه 1 زائد 3 في 10%، يعني معناه يساوي أقصى قيمة للتدفق من هاي النقاطة أتوقع يصير عندي 1.3 بالعشرة جالون بير أور، و لما يكون بالناقص راح يصير 1 ناقص 3 بالعشرة، بمعنى انه 7 بالعشرة جالون بير اور. هذا هو بالضبط الرسم اللي يعكس لي هذه الحالة. لاحظ اني طبعا هذا الخط الصفري هو يمثل لي المين، يمثل لي المعدل او المتوسط، وهذه النسبة طبعا تدفق هنا عندي لاحظ 0.119، فلما عندي هنا القيمة تبلغ هنا طبعا 1.1 بالعشرة، 1.1 بالعشرة لما عندي الكيو فاريشن زائد 10%، والكيو فاريشن ناقص 10% اللي قيمته تعادل لي 9 طبعا هنا بالماينس،
ناقص 10%، فتطلع هاي القيمة تقع ضمن المعدل زائد ناقص 10% اللي هي الكوفيشنت اوف فيريشن. وبالنسبة ل 95% قيمة المعدل زائد ناقص ضعف قيمة الكوفيشنت اوف فيريشن، و 99% المعدل زائد ناقص 3 اضعاف الكوفيشنت اوف فيريشن. هذا هو، هذا طبعا هذا الرسم يعكس لي هذه العلاقات الرياضية الثلاثة ومقدار التباينات في مقدار التدفق. فإذا الكوفيشنت أو فيريشن كل ما تكون قيمته أقل كل ما تكون الحالة أفضل، لأنه راح يضمن لي مقدار اختلافات بسيطة في كميات المياه الخارجة من النقاط. كل ما يكون مقدار الاختلافات أقل كل ما يكون مقدار الانتظامية أو التوزيع أو الكوفيشنت أو فيريشن تكون أعلى، وهو هذا المطلوب حتى نضمن توزيع كميات تكاد تكون متساوية من كل النقاطات والمعطات إلى النباتات. ومثل ما قلنا هذا يخضع إلى التحليل الإحصائي Gaussian distribution أو ما يعرف أحيانا بالnormal distribution أو التوزيع الطبيعي. إذن كل ما تكون قيمة أصغر بالنسبة للعينة المسحوبة من النقاطات اللي تم فحصها، كل ما تكون قيمة الاختلافات في قيم الدسشارج للنقاطات تكون أقل، وهذا يعني أنه معامل الانتظامية يكون أكثر والكوفيشنت أوف يونيفورميتي يكون أعلى، وهذا هو المطلوب في المزرعة أو الحقل. عندنا جدول رقم 2 يعطينا النطاقات والتقييمات الشائعة في تصنيف قيم معامل التباين لنوعين من النقاطات اللي هي السبراي إيميترز واللو لاين سورس تيوب. نشوف هنا عندنا التصنيف لمعامل التباين اكسلنت ممتاز وافريج متوسط وماريجينال هامشي وبور فقير وانكسبتبل يعني غير مقبول. بالنسبة لي هنا نلاحظ انه قيم الاكسلنت عندما يكون معامل التباين اقل من اصغر 1% فهذا اكسلنت، وبالنسبه لللاين سورسينج اصغر من 1% فهذا النطاق هو الممتاز. والمتوسط عندما تكون قيمه الكوفيشن اوبيريشن تتراوح بين 5% الى 7% للسبراي ايميترز و10 1/10 و اثنين لحد 2/10 بالنسبة لللاين سورس تيوبين إيميترز. أما بالنسبة للقيم الهامشية اللي يعني ما تعني شيء من 7% إلى 11%، وهنا طبعا هذا الباحثين ما خلوا قيمة، تركوها فارغة ما وجدوا لها قيمة. والتصنيف الفقير أو الغير مرضي من 11% الى 15% للسبراي ايميترز، ومن 2/10 الى 3/10 لاين سورس تيوب. وهنا نشوفه غير مقبول عندما تكون قيمه اكبر من 15% للسبراي ايميترز واكبر من 3/10 بالنسبه لللاين سورس تيوب. فهذا طبعا هذا الجدول هو يعني مأخوذ من الجمعية الأمريكية الـ ASE Engineering Practice Standards حسب الكود مالتهم، وهذه طبعا وضعت كرفرنس من أجل المقارنة ووضع التصنيفات لمعامل التباين لمجموعة من النقاطات ضمن أنواع السبراي إيميترز واللاين سورس تيوب. هنا طبعا نلاحظ أنه تم اعتماد قيم التباين للأنابيب ذات المصدر الخطي أو اللاين سورس تيوب على مثل ما نشوف هي قيم عالية. احنا يعني في هذا النوع عادة ما تستخدم للمحاصيل المتقاربة،
وبنفس الوقت هذا النوع هو يكون تكلفة مالته قليلة. لكن لوحظة أنه من الصعب أنه نحصل على قيمة كوفيشنت أو فاريشن قليلة وسعر منخفض بنفس الوقت. ليش؟ يعني مثل ما قلنا هذه راح تكون متقاربة، بمعنى أنه كثرة عدد النقاضات على نفس اللاين ما راح يضمن لنا أنه مقدار تباين قليل، وإنما راح يصير عندي مقدار تباين عالي بسبب تقارب هذه النقاطات المركبة على الخط، وبالتالي راح يأثر لي على قيمة الكوفيشنت أو فاريشن، وهذا راح يزيد لي قيمة التباين، وزيادة قيمة التباين راح يقلل لي من قيمة الاتساقية أو انتظامية التوزيع المياه من قبل النقاطات لكل النباتات في الحقل. الآخر المهم بالنسبة للنقاطات اللي يتعلق بخصائص النقاطات هو الإيميجين يونيفورميتي أو انتظامية توزيع المياه. ما هو المقصود بانتظامية توزيع المياه؟ هو مدى انتظام النظام في تطبيق وتوزيع الماء على كافة النباتات في الحقل بشكل متساوي. طبعا هي هاي الخاصية مهمة جدا في كل المشاريع، في كل النتائج، في نظام الري بالتنقيط. حتى أحقق كفاءة عالية لنظام الري بالتنقيط يجب أن تكون قيمة الانتظامية عالية. لكن هنا طبعا بالنسبة للأنظمة ذات الانتظامية المنخفضة راح تنطيني كفاءة منخفضة. فإذا كفاءة النظام مرتبط أساسا بمعامل coefficient of uniformity أو imaging uniformity. فالانتظامية المرتفعة إيش تعني؟ يعني ما تكون معامل انتظامية عالي، بمعنى أنه أنا عندي نسبة صغيرة فقط من الحقل قد تكون لا تحصل على كفايتها من كميات المياه بالشكل الكافي، والأغلبية والنسبة العظمى من الحقل يتم توزيع المياه فيها بشكل متساوي، وبالتالي راح تكون كفاءة النظام الري عالية. أما بالنسبة إذا كانت قيمة الانتظامية قليلة أو منخفضة، فهذا إيش يعني؟ هذه يعني نسبة عالية من مساحة الحقل راح تحصل على كميات أقل من المياه أو كميات أكثر من المتوسط المطلوب بالنسبة للكيو أفريج من النقاطات اللي يجب أن نطبقها أثناء عملية الري. يعني بمعنى آخر الانتظامية المنخفضة أما ناتجة من إضافة كميات إضافية أعلى من المطلوب أو نقصان في كميات المياه المطلوب إيصالها إلى النباتات. هنا طبعا معادلة الإيميجين يونيفورميتي مثل ما نشوف هنا طبعا كنسبة مئوية واحد ناقص هذا الكونستانت مضروب في الكوفيشنت أو فاريشن مقسوم على الجذر التربيعي لعدد النقاطات لكل نبات مضروب في حاصل قسمة المينيموم ديسشارج بالنسبة للنقاطة مقسوم على معدل الكفرج اوف ديسشارج. طبعا هاي المعادلة هسه راح ناخذ مثال ونشوف شلون نطلع قيم النتائج بها. فالتباين المسموح به في الضغط بالنسبة للبارامتر الآخر اللي هو البرجر فايريشن أو ما يعرف باللو البرجر فايريشن حتى يضمني اتساقية عالية أو يونيفورميتي عالية عند القيمة أم أو القيمة الدنيا المطلوبة. هذه هي المعادلة اللي تنطيني البرجر فايريشن أو الدلتا اتش اس 2.5 مضروب في الاتش أفريج مطروحة من عند قيمة الـ H minimum. هنا طبعا هذه المعادلة راح تنطيني مقدار التباين المسموح به الضغط بالنسبة للنقاطات النظام. طبعا القيم الـ QA والـ HA عادة تأخذ من الداتا شيت للنقاطات المنتجة من قبل الشركة، يعني
راح نلقاها بالكتالوجات، وقيمة الكيو ام يتم حسابها باستخدام هذه المعادلة اللي تساوي لي معامل الاتساقية او الايميجين يونيفورميتي مضروب في معدل التدفق للنقاطة ومقسوم على هذا المية مضروب في داخل الجذع القوس، هاي القيم واحد ناقص هذا الكونستنت مضروب في الكوفيشنت اوف فاريشن مقسوم على النمبر اوف اميترز بير بلانت. بعد ما نحسب الحد الادنى لقيمة تدفق النقاطة لكيو ام راح نقدر نحسب المينيموم بريشر من المعادلة هاي، ال اتش ام يساوي لي ال اتش افريج مضروب في الكيو ام مقسوم الكل مرفوع الى الاس 1 على اكس. طبعا هذا هو جاي من المعادلة السابقة، مجرد ما حولنا وربطنا قيمة الضغط الادنى بقيمة الضغط المتوسط مضروب في هذه النسبة بين الكيو مينيموم الى الكيو افريج مرفوعة لهذا الاس. هنا طبعا يخبرنا اذا كانت ما عندنا كتالوجات، يعني اشترينا نظام ما عندنا كتالوجات، فنلتزم بشغلة مهمة جدا انه مقدار التغير في الضغط المسموح به هو 10% من ضغط التشغيل بالنسبة للنقاطة او الاوبريشن بريشر، اللي هو يجب ان يكون مقدار التغير بالضغط لا يزيد عن 10% من قيمة الضغط التشغيلي للنقاطة. اما بالنسبة للنقاطات اللي الاكس ذات الاس 5 او الاكس 5، فيجب ان يكون قيمة التغير بالضغط لا يتجاوز 20% حتى ابقى محافظ على مقدار تباين او coefficient of variation لا يتجاوز 10%. اما بالنسبة الى نقاطات الاس مالتها يساوي 0.5، فيجب ان يكون مقدار التغير في الضغط لا يتجاوز 20% حتى اضمن انه مقدار الكوفيشنت او فيريشن في التدفق لا يتجاوز قيمة 10%. طبعا راح ناخذ مثال، عندنا بستان حمضيات افتراض ان النقاط المخصصة للاشجار 6×6 واللي هي تمثل لي المساحة اللي يحتلها النبات، مسافة بين شجرة وشجرة 6 متر، مسافة بين خط تنقيط واخر هي 6 متر على ارض مستوية ما بها ميلان. والشركة هنا تقدم لي انه الكيو افريج 4.32 لتر بير اور، والضغط معدل الضغط هو 12 متر، والكوفيشنت اوف فاريشن هو 7%، والاكسبوننت هو 42%، ومعامل الانتظامية 90%، وعدد النقاطات هو 6 لكل شجرة. وهنا طبعا يطلب من عندي مقدار الدلتا اتش اس او مقدار التباين في الضغط، وايضا يوجد قيمة الاتساقية عند الحد الاعلى والحد الادنى للتدفق عند الكيو ام والكيو افريج، وايضا يريد قيمة الكوفيشنت او فايريشن. راح طبعا نحل، اول شيء لازم نطلع قيمة الكيو مينيموم، كيو مينيموم من هاي المعادلة المعادلات اللي مرت علينا، فنطلع هنا طبعا نعطينا 90% والكيو افريج هي قيمتها 4.32%، واقسم على هذا المية مضروبة في داخل هذا القوس، أخذ أعوض قيمة الكوفيشنت اوف فاريشن وعدد النقاطات في لكل شجرة هي 6، فيطلع عندي الكيو مينيموم هو 4.03 لتر بير اور، يعني هذا هو معدل الحد الأدنى للتدفق للنقاطة. هنا أجي أطلع أيضا قيمة الحد الأدنى للضغط الـ H مينيموم، أيضا المعادلة اللي مرت HA average مضروب في حاصل قسمة Q minimum على Q average مرفوع إلى الأس 1 على قيمة X اللي مثل لي exponent of discharge، وأنا أجي أعوض فيطلع عندي H minimum هو 10.2 × 10 متر of water. فبعد ما طلعت قيمة H minimum وعندي HA، فأطلع مقدار الشجر variation أو delta HS، فأطبق المعادلة 2.5 HM ناقص HA ناقص HM، فيطلع عندي قيمة الضغط 4.5 متر أوف ووتر.
هذا شنو يعني؟ من أجرى عملية تصميم في كل الأحوال، سواء كانت بالنسبة للخسائر في الضغط أو في الفرق الارتفاع، فرق الارتفاع أنا level of water reference، لا في كل النظام يجب أن لا يتجاوز قيمة 4.5 متر of water، يعني أبقى ضمن الحد التصميمي لقيمة الضغط اللي هو 4.5 متر ماء. الإيميجين أوف يونيفورميتي أطبق هذه المعادلة فيطلع عندي قيمة الاتساقية 90%، والكوفيشنت أوف فايريشن قلنا لأنه عندي أكثر من نقاطة فأطبق هذه المعادلة سي سب في اس يساوي معامل التاير كوفيشنت أوف فايريشن 7% على جذر التربيع لعدد النقاطات فيطلع عندي 2.85%، وهذه قيمة صغيرة وقيمة مناسبة بمعنى معدل تباين قليل جدا. هذه هي المصادر اللي تم اقتباس محتوى المحاضرة من عدها. تنتهي هنا المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.